السلام عليكم شباب، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله تكون بصحة وخير، ورجعنا لكم فيديو جديد عن لعبة ماينكرافت. ما تشوفين محبوس ما حبوس في السجن، حبسوني زون لما لقوني ميت، بعرفوا دخلوا المستشفى حبسوني. شايفين انتوا اللي هناك ده؟ انا هرب ازاي؟ شكرا ليكم التفكير والذكاء. باي باي حفرة تقريبا. شوف ايه اللي في الدولاب ده. اوكي لا مش كده. شكرا ليكم مساعدتكم. دي بقى الهروبة المستحيلة، محدش يقدر يهرب غير الأذكياء. اوبا وشفت الدولاب ده. الله شوف عندك كمان دولاب يا حلاوة. لا سيب البومة معيش طلقات واكل كمان، خلينا نسرق كل حاجة عشان نقصهم حرامي. ها 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 يستاهلوا عشان بعد كده يحبسوني مرة تانية. وخلينا ناخد البو كمان بالمرة. اوكي نلبس بقى الحاجات بتاعتنا. ايوه دلوقتي انا بقيت متوخر تبقى تلعب في الشنطة. اوكي عشان لما اجوع سمعت حلوة. شوفني ماشي الحبس كان في حل. كيف اجري اجري يلا هو الكمية الحضور. موت واكلات. ده بقى الحارس اللي بيخرج جنبي مع موت الكرة. ممكن اجيب لي شوية اسهم عشان شوية اسهم وارجع سنة واحدة بس عشان بس ممكن ميت الحراس الجدعان دول. هجيب شوية الاسهم وارجع لكم. اوكي بشتريها لو انا برا. اوكي يلا باي باي. كده نكون جبنا. ايه ده سنة واحدة وانا شلت القلوب عشان انتوا ما تشوفوهاش. شلتها بس هجيب القلوب واخلي ال عشان انا مش كرييتيف اصلا. انا مش كرييتيف مش كرييتيف بس ايه حطيت حاجة بطير بيها زي ما انتوا شايفين. الزومبي ده بتك على مرتين وانا كري وانا قصدي مش كرييتيف وانا مش كرييتيف وانا كري وانا كرييتيف
قصدي انا دلوقتي كرييتيف بالطاقة مرتين جامب ماشي، فبطير فثانية هرجع القلوب وارجع له كان رجعنا القلوب. مش عايزة اصير تاني يا عم، خلاص كرهت الطيران. لما انا ارجع القلوب بيقول لي ده، ف اصلا مش عارفة اقولك منها بجد. كل الحاجات دي هعملها من الكرياتيف. ايه كي كل الحاجات دي هعملها من الكرياتيف. شوف الجريمة اللي حصلت. ماري كان عامل فخ، لقيت اسمه موجود في السجن، لقيت متبلغ عنه ومعاه $1,000,000 سرقه. طب بصوا دي الجريمة، بصوا عمل ايه، بصوا شو الحيوانات ازاي. لا بقى، لا حلو خالص، جاب لي لحمة مشوية. شكرا لك يا ماري. ايه ده، وده جاي كمان ماشي سلندر. جبنا صورة القط جاي ينط. انا دلوقتي هعمل حتة فخ يا ماريو، عشان ايه متستاهل، عشان متسمعش الكلام. عندك فخ ايه بقى، هيحدث عليك حاجات سامة. اصبر بس على نفسك، هعمل الفخ وبإذن الله هرجع لكم تاني. اوكي هعمل الفخ وايه هرجع لكم تاني ماشي. اوكي هاي انا ماريو، انا احب كل الافخاخ، احب اتسوي جريمة والناس والناس وفي الاخر بختفي والشرطة تفكر ايه ده، مش ده الناس يا عم، مش هيأثر في حاجة. بس حتى شوفوا ايش هذا، لا ما فيها. شوفوا الادوات حقي، شوفوا حقي معايا كمان مش شوفتها. فممكن ارجع لكم بعدين، ممكن ارجع لكم بعدين ماشي. باي 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 باي. اوبا انا قاعدك، شوفوا تعال نجربوه مرة تانية. شوفوا شوفوا ايش هذا، ممكن نجرب يعني نشوف ايش هو بيسوي شي. بس نجرب هذا مرة قوي، مرة. اوكي سوف انا سوف اخلي المدينة تموت. هخلي المدينة هرجع لكم بعد المدينة هتبقى تموت. واخيرا كان بعد ما ماري حط لكم موتهم. اوكي تعال بقى لكم العصير الذي سوف دمروا هذه كل الناس ومعايا كمان كلاب تانية لكن نخبيها. تعالوا والله هيا بنا الى الهجوم. ها واو ابعدوا ها كلابي، انا لم يكون احد يدمره. ابعدوا ايها الكلاب، ابعدوا أبعدوا، أنا هذا المتفجرات، لكنها متفجرات حامية. يلا أيها الكلب الصغير، لا لكن لم يهمني، أنا معايا كلاب ثانية. هما سوف أثنين و
وثلاثون حب. إذا موسى تعبان جدا من الموز. يلا هادو هنا. أنا سوف أحضر سوف أنتح سوف أنتح أنا أخاف على كلابي. أمي مستحيل كلابي تموت مستحيل جدا. كلابي هي أفضل مفيد. تعالوا يا كلب تعالوا يا كلب. كلب وحش جدا. هذول الأشباح أكو الوحش هذا لازم يموت. أنا انتحر. ممكن أقول لكم تاني بعد الحلقة. أوكي. خلاص خلص التصوير. أتمنى يكون عليكم الفيديو. ما تنسوناش بأحلى لايك وتشتركوا في القناة. ويلا نشوفكم بالفيديو الجاي. والسلام عليكم.